يسود هدوء مدينة صفاقس في تونس بعد ليلة شهدت احتجاجات وقطع طرق عقب مقتل تونسي على يد أحد طالبي اللجوء الأفارقة. وقد قام خلال الليلة الماضية محتجون غاضبون من أهالي المدينة بملاحقة عدد من طالبي اللجوء، كما قطع آخرون الطريق الرابط بين محافظتي صفاقس والمهدية. وعقب هذه الأحداث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد قوات الأمن إلى تطبيق القانون، وقال إن تونس لن تقبل أن يقيم على أرضها إلا من يلتزم بقانونها، ولا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرض توطين للوافدين من دول إفريقية وفق تعبيره. هذا وقد غادر عدد كبير من طالبي اللجوء الأفارقة مدينة صفاقس متجهين صوب العاصمة تونس. وأعلن نائب البرلمان التونسي عن مدينة صفاقس أن نحو 1000 من طالبي اللجوء غادروا البلاد عبر الحدود مع كل من ليبيا والجزائر. ومن جانبه اعتبر المنتدى الفرنسي أو المنتدى التونسي بالأحرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ترحيل هؤلاء الأفارقة أمر مهين ومخالف لالتزامات تونس الدولية وفق تعبيره.